ازيكم عاملين ايه؟ معاكم صار سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن، بصوا انا الفيديو المنتظر، طبعا الفيديو المنتظر بالنسبه لي مش بالنسبه لكم، عشان انتوا اصلا ما بتطلبوش مني حاجه وانتوا مش واخدين بالكم مني اصلا خالص، ولا حد واخد باله مني. انا وراه لحد ما ادخله بالغشه، وما بتعملوش ولا لايك ولا اشتراك ولا اي حاجه، الحمد لله. فقبل ما تتفرجي على الفيديو اعملي لي اشتراك واعملي لي لايك، دوسي على زرار اللايك مره واحده. ليه بقى؟ لان انت لما بتدوسي عليه مره تاني اللايك بيتشال وكانك ما عملتيش حاجه. دوسي لايك مره واحده ودوسي اشتراك، اشتراك برده مره واحده، ودوسي الجرس مره واحده، كل مره واحده. يعني بصوا حاجه بسيطه خالص. المهم بقى، انا قلت لكم ان الفيديو ده المنتظر، انا هنضف النهارده المطبخ، هنضف الخشب الابيض بتاع المطبخ، وكمان هحط، يعني عملت كده حاجه ما تخليش المطبخ يتوسخ تاني، انتوا متخيلين؟ يعني جالي فكره كده ان انا اعمل حاجه، طبعا انا بقول عملت لان انا عملت المقدمه بعد ما نظفت. نعم 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 مش نظفت قوي، يعني الجزء ده لسه ما نضفش، بس نظفت الجزء الاولاني اللي جوه المشه دي هنا، وبعد كده بعد المقدمه دي هعمل المؤخره اللي هي النهايه، يعني عشان إيه انا مكنتش هنضف ومكنتش هعمل فيديو، فبدات الفيديو كده على طول على السخنه على طول. فبعد كده بعد ما خلصت عملت المقدمه، واعملوا لايك واشتراك بسرعه ويلا بينا. طيب يا جماعه، انا حاليا بنضف فوق المطبخ، المطبخ من فوق. طب هتقولي لي طلعت ازاي؟ طلعت على الكرسي اللي هو بتاع البار الخشب الطويل ده، او على سلم اكيد. انا مش سبايدر مان هطش على الحيط عشان ايه انضف. المهم بقى ان انا عملت خلطه سحريه، فانا جربتها الاول علشان اشوف هتعمل مفعول ولا لا، علشان ما اطلعش في الفيديو من الاول واقول لكم انا هعمل خلطه سحريه وتطلع مش سحريه ومش هتنضف لي حاجه واطلع زي الهبله، فلا لازم ايه اجرب الحاجه الاول. المهم بقى انا عملت ايه الخلطه اهي، بصوا فيها رغاوي كتير كده. الخلطه دي بقى اصلا عباره عن ايه، عن كربوناتو وعلى ملح ليمون على خل على شويه سائل اللي هو بتاع المواعين ده، ماشي. وعملت التفاعل ده، يعني ده تفاعل اصلا، الرغاوي دي تفاعل. انا عملت معاكم قبل كده التفاعل ده في غسيل الانتري، بس انا بقى النهارده زودت عليه اللي هو البريل او الفري، اي حاجه يعني بتغسل بيها المواعين، وعملت التفاعل ده بالخل. تمام. انا بقى ما جبتش ميه خالص على المطبخ الخشب ده عشان الميه بتبوظ الخشب. طبعا واحده هتقول لي انت بتنضفي فوق المطبخ، هقول لها هقول لك اه، يعني شايفه حتى التلاجة عامله ازاي من فوق، يعني انا كل سنه كده لازم انضف، السنه دي قليل كتير يعني المفروض انضف على طول، بس انا ما بقدرش اتشعلق كل شويه. المهم بقى ايه، انا قلت هعمل روتين عميق، هو ده بقى العميق اللي هو ايه، انضف من كل حته وبعد كده هتشوف انا هعمل ايه بعد ما انضف. طبعا شايفين الحته البيضه دي نضيفه، دي بقى ليه نضيفه؟ لان انا حاطه كرتونه عليها، فالحته اللي هي معش عليها الكرتونه هي اللي متوسخه. فهنشوف احنا هنعمل بقى ايه، لازم اغطي كل الحته دي علشان ما تعبش في التنظيف كده تاني. هغسل وهجيلكم، قصدي هنضف وهجيلكم. انا كده دعكتها كلها بالفرشه. المهم بقى هجيب اي حته انا مش عايزاها كده تكون متبهدله، علشان كده كده ايه هتتبهدل اكتر. بصوا 1 2 3 شايفين، هعملها لكم تاني. بصوا 1 2 3 شايفين الحتة السودا اهي. بصوا اخر مرة بقى التالتة تابتة، 1 2 3 ايه رأيكم بقى؟ نزف اهو، بصوا شايفين نضيف ازاي؟ شفتوا الاول طبعا كان مطين ازاي، الزيت مع التراب عامل شغل جامد فوق المطبخ. دلوقتي بقى الحمد لله ايه نزفت شوية. طبعا ده علشان انا كنت زمان معرفش ان الخلطة دي كنت بغسله بالمية، يعني النظافه كانت حل عليا جامد بصراحه، كنت بغسله بالميه، فطبعا الخشب ايه باظ. انا ممكن اجيب سبراي ابيض وارشها عادي عشان ايه المطبخ ما يبوظش. انا عايزاه كمان 20 سنه ولا حاجه. الفيديو ده لو انت مطبخك وصل للسقف اقفلي الفيديو ما تتفرجيش عليه. الفيديو ده للناس اللي زي كده، اللي النجار ضحك عليهم وما عملهمش المطبخ واقف وصل للسقف، تمام؟ عشان اصلا المفروض المطبخ يكون وصل للسقف علشان المساحه بتاعته تبقى حلوه وتستخدميه، لكن هو النجار بقى الله يسامحه ضحك عليا عمل لي مطبخ قد القزعه، فبضطر ان انا ايه انضف فوقيه كده كل فتره علشان ايه تبقى الدنيا نضيفه معايا. غير كده لازم تلبسي جوانتي زي ده كده علشان ايديكي ما تحرقكيش من الخلطه، تمام؟ انا دلوقتي خلاص الحمد لله مسحت الحته دي، هبدا بقى اجيب شويه ميه بصابون عاديين خالص كنفس الطبق عادي، ماشي. وهو عامله ايه، اهو مسحه السيراميك، افضل امسح فيه كده لحد السقف. طبعا لو انت قصيره
يعني حاولي تتسعرقي بقدر المستطاع، يعني ايه حاولي كده ايه توصلي او تجيبي المساحة اللي هي ايه، في مساحة كده شكلها حلو قوي ممكن تجيبيها وتمسحي بيها السقف والايه والحيطة. يا هوي بص انا هخلص الفيديو وهرجع لكم عشان شكلي هقع وهروح في داهية. تمام الحمد لله، تنظيف المطبخ وتنشيفه. الموبايل بيقفل لوحده. بص بقى انا لقيت ده عند اللي هو العطار او عند بتوع البلاستيك عموما، ده الرولر ستريتش اللي هما بيتلف بيه السندوتشات والكلام ده. المهم جه في دماغي فكره ان انا بعد ما انضف دي اقوم بقى ايه حطها على الوش كده كله على المطبخ كله علشان دي اللي تتوسخ، ولما تتوسخ امسكها ارميها واحط بدلها والموضوع يخلص على كده، مش كل شويه بقى ايه اقعد اتشعلق وانضف وبتاع. فلو الدنيا نجحت هقول له هيبقى الدنيا تمام، ما نجحتش كنكم شفتوش حاجه. تمام فانا هجرب معاكم دلوقتي، يلا بينا. طبعا طبعا انا لابسه جوانتي مش عشان هي ايدي هتحرقني، عشان انا لابسه 3 ارباع كم وانا انسانه محترمه لازم اغطي ايدي. يلا بينا. بصوا لو سمعتوا تجرانا بتصوت اعملوا نفسكم مش سامعين، ما اعرفش هيبقى صوت ليه النهارده بتقعد تصوت. انا بصوت بس مش كل النهارده بتقعد تصوت للعيال بتقعد تقول مني ساكنة في الدور الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كده بصوا كأني بعمل بالظبط كأني بقفل على طبق لانشو، شايفين كأني بقفل على طبق لانشو. وبعدين أنا مش عارفة أتحكم، مش عارفة بصراحة أفتح. اعملوا نفسكم مش سامعين برضه. بصوا الله الله على فكرة عارفة كل حاجة، بس يعني ايه انا عارفه كل حاجه اصلا اهو. شايفين هلزقه بقى كويس، كل ما يتوسخ اشيله واحط غيره والموضوع خلص، وكده انا هحافظ على الخشب بتاع المطبخ ومش كل شويه بقى ايه هقعد ادعك بقى وطاقتي تنفذ. يعني ايه المفروض اقعد قدام التلفزيون اشرب كوبايه شاي واروق دماغي احسن يعني من التنظيف، بس لازم ننظف. انا كده خلصت الجزئيه دي، نخش على اللي بعده. طيب انا كده نظفت فوق المطبخ الحمد لله ونزلت. دلوقتي بقى انت سامعني الفوران، انا كده لسه محطيتش حاجه، كده حطيت ملح ليمون على كربوناته بس. دلوقتي بقى انا هنضف المطبخ ذات نفسه الخشب. تمام هعمل الخلطه اهو، احط بقى ايه شويه خل واخلي فين اهو، يعني بس نقطه خل بس اللي هو ايه في زيت من التفاعل اهو نقطه. يعني بصوا انزل بقى النقطه دي التفاعل، والبسبونية بقى زي دي تكون طرية كده عشان ما نخربش المطبخ، وهنبدأ ندعك انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا شايفين طبعا المطبخ عامل ازاي. بصوا الحتة دي نضيفة اهي، لان كده كده ايه مش ناحية البوتاجاز قوي، يعني نضيفة شوية نص نص يعني. دي بقى اللي هي ايه في الدمار الشام. بصوا واحدة بقى تيجي تقول لي ايه انت اصلا عشان ما بتنضفيش اول باول، اقول لها لا يا حبيبتي انا بنضف والله، ده مطبخ ابيض. عارفة يعني ايه ما نضفوش اول باول؟ يعني هتلاقي لونه اسود، هو مش لونه اسود هو لونه رمادي، ما تصدمينيش في الموضوع ده لو سمحتي. بصوا هبدا اهو اعمل كده. بصوا الحته دي بقت لونها ابيض ازاي، شايفين اهي. هبدا بقى ان انا انضف كده شويه صغيرين قوي من غير ميه. بصوا استنوا كده، شايفين الحته دي بيضت ازاي؟ قولوا شايفين. استنوا كده عشان ايه اهو عامل الفوكس اهو، شايفين. هعمل التاني. طب بصوا ركزوا معايا بقى هنا، بصوا الحته دي ايه مش نضيفه. بصوا بقى شايفين نضيف ولا ما نضيفش. هكمل بقى بقيه المطبخ الخشب وهرجع لكم تاني. نسيت اقول حاجه، في ناس بتسال كتير ان المطبخ الابيض ده مطبخ عملي ولا مش عملي. بصوا هو المطبخ ده خشب ابيض تمام، في دلوقتي انواع كتيره قوي طلعت. يعني انا ايام ما كنت بتجوز ما كانش فيه غير الخشب والالومنتال بس، والخشبوني يمكن لسه طالع كانش فيه منه اشكال كتير كمان. دلوقتي بقى في انواع كتير الابيض. الابيض بيستحمل عادي وبينور المطبخ، بس انت لازم تحافظي عليه وتهتمي بيه، مش كل 5 دقايق تنضفيه يعني، بس تهتمي بيه. وانا من رايي اصلا ان اي مطبخ لازم تهتمي بيه، فانت لو اهتميتي باي مطبخ هيبقى حلو. فاعملي مطبخ ابيض عادي. انا ناس كتير قوي قالوا لي ساعتها ما تعمليش مطبخ ابيض، انت اتجننتي انت ازاي تعملي مطبخ ابيض؟ ما سمعتش الكلام لان انا اصلا مطبخي ضلمه،
فكنت لازم اعمل مطبخ ابيض عشان ينور شويه عشان كان ضلمه بجد. يعني انا وسعت الشباك برضو ما منورلوش المطبخ، رحت ايه قلت لازم اعمله ابيض. كنت بقى بشوف مطبخ الامريكان، كان بقى مش في ستايل توكي كده، كان لسه ما طلعش اصلا. إيه بصوا، كان في بقى مطبخ الامريكان بيبقى اغلبيته لونه ابيض، فكنت معجبه بيه قوي، فقلت للنجار يعمل لي مطبخ ابيض. بس هو النجار حط التاتش بتاعه، يعني مثلا العلامه دي هو حط التاتش بتاعه، ما كنتش عايزاها اصلا، وحط التاتش بتاعه في كل حاجه. بس يعني ايه، الحمد لله. بصوا انا كده نظفت المطبخ الحمد لله، نظفته بالخلطه اللي قلت لكم عليها. دلوقتي بقى هبدا ان انا هلمعه بالبليدج، تمام؟ بس هو قرب يخلص، بصوا قرب يخلص. فانا جبت ده، جبت كلين ده من ماي واي، مكتوب عليه منظف وملمع ومعطر. انا مجربتوش، انا يعني مجربتوش خالص، لسه جديد، فقلت اجربه معاك واشوفه بقى هو البريدج احسن ولا ده. تمام، هجرب ده في الدرفه دي والبريدج في الدرفه دي، وهنشوف انهي الاحسن. يلا بينا. بريدج احسن. ليه بقى؟ ده تقيل، عامل زي الجلي كده، فتقيل يعني احسن. بصوا مش عارفه انهي الاحسن، دي ولا دي، هو انتوا مش هتشوفوا قوي، وانا حاسه ان الاتنين يعني شبه بعض، بس طبعا بريدج انضف. هاتوا بريدج يا جماعه. بصوا هو كلين، طعمه ايه، ريحته حلوه. طيب بقى نيجي الجزئيه بتاعه الحوض. انا مسحت عند البوتاجاز، بس ما رضيتش امسحه معاكم عشان وقت الفيديو، كمان انتوا قبل كده شفتوا في الفيديو، هحطه لكم فوق تبقوا تتفرجوا عليه. برده كان تنظيف عميق ورا البوتاجاز بقى، وكنت عامله شغل جامد. بصوا كنت منظفه البوتاجاز، خليته فل بصراحه. المهم بقى ايه، هاجي بقى عند الشباك الالومنتال ده. بصوا اول حاجه انا هخلع الستاره. شايفين الستاره عامله ازاي؟ تراب. لو انتوا لاحظتوا بقى هتلاقوا ان الستاره اللي قصادها نظيفه، اتاري ان الستاره اللي ناحيه الشباك اللي على طول بيبقى مفتوح هي بتبقى مليانه تراب وبتطين. بس انا بنقعها في شويه اريال بسيط كده وفي جردل، كل ده بيروح وبتنضف وبتبقى حلوه قوي. طيب هفكها ازاي بقى؟ انا هحشر الماسوره بين الحطين عشان انا اللي عاملاها بايدي. قلت قبل كده برده في فيديو، بصوا هحط لكم برده الفيديو في صندوق الوصف تحت علشان تبقوا تشوفوه برده انا كنت عاملاها على ايدي. الجزئيه اللي عند البوتاجاز بصوا نضفتها وخلاص، والموضوع انتهى، مش هبص لها تاني اصلا. بصوا بقى انا عندي السلك المواعين ده، بصوا مصدي، بصوا كنت بنضفه بس هو مصدي. فانا جبت الاسبري ده علشان اسبري لونه ابيض، قلت اجيبه ابيض لون اللون بص لا انا اقول لكم الصراحه، انا جبت لونه ابيض علشان لو انا كنت جبت لونه سيلفر الحذف هنا ابيض، فهقعد ممكن ارش عليه وابوظه، يبقى انا كده هيبقى شكله وحش قوي. انا اقول لكم الحقيقه، انا ليه هتفلسف عليكم؟ فالمفروض بقى ان انا هجيب صنفره عشان نسيت اجيب صنفره، المفروض انا هجيب صنفره واخلعه وهصنفره ماشي، وبعد كده بقى ايه هرشه، وبعد كده هوريه لكم بعد ما ارش. يعني اي حته فيها سيراميك بحط فيها ميه وعامله كده اهو، تنضف وتبقى حلوه قوي. ودي ادوات النظافه بتاعتي بقى ايه، اي فرش كده قديمه، الفرش دي بتغسل البوتاجاز، بتنضف البوتاجاز جدا. حتى بصوا انا دعكها ازاي، بص انا عامله ايه، يعني بتقول لي ارحميني، بس انا رحت اشتري من فتح الله ما لقيتش، فقلت بقى ايه هستنى لحد لما اجيب، وبعد كده ابقى ايه ابقى ارميهم. بصوا بيقولوا لي ارحمونا، بصوا هي مش موجوده اصلا بس لسه بتنضف، دي بيدل ان هي بنت ناس واصيله. يلا هنضف بقى المطبوقيه دي كمان عشان بصوا عامله ازاي من الميه، يعني هتتلمع بسيط، وهنظم الاطباق وهرجع لكم تاني. بصوا انا غسلت معاكم قبل كده المواعين، فمش لازم كل شويه بغسل معاكم المواعين. ننهي بقى الفيديو. بصوا عشان ايه يبقى في اختلاف هنور لكم النور ده. بصوا قصة النور ده، حاجة ان النور ده كان محطوط هنا تمام، وبعد كده فجأة لقيته مش بينور، فكيته وقلت خلاص هو اتحرق وهرميه، لسه هرميه في الزبالة، الفيشة اللي جنب الزبالة بقى، قلت لما اجربه اخر مرة علشان ايه يعني كنت عايزة ارميه، فجأة لقيته بينور، فكسلت اربطه اعمله تاني هنا، فحطيته بقى هنا كديكور. بس يعني هو انتوا هتفتكروا ان انا كنت حاطاه كديكور في الاول، انا حطيته هنا رميته كده علشان انا اصلا زهقت، وقلت انا والله ما هلفه تاني على الحته دي، لان دي طولها 120 سنتي فيعني متر وي، فخلاص انا زهقت اصلا. المره الاولانيه اصلا كان طالع عيني، ولفتها معاكم برده في الفيديو هحطه لكم برده في صندوق الوصف. المهم بقى ان انا عملت كوبايه ليمون نعناع،
عملت المهم اللي انا عملت كوبايه ليمون نعناع بقى ايه عشان تهات يعني ايه تروق بالي بقى بعد التنظيف والعمل الشوك اللي انا عملته ده. لا بصوا مش عامل شوك اي حاجه، قومي انت وهي نظفوا انتوا كمان وتابعوني في الفيديوهات الجايه، ومتنسوش اللايك والاشتراك، اللايك والاشتراك، وتابعوني في الفيديوهات الجايه. والله باي باي.